يقيم منتدى فن الفوتوغراف المهرجان السنوي التاسع بذكرى تأسيسه. ارتأت المصورين المشاركين أن يكون المعرض عن واقع الأهوار والمرير، الواقع المرير الذي تمر به أهوار الجنوب، فردوس الجنوب، خصوصا بعد أن أعلنت أنها ضمن لائحة التراث العالمي. تم التسليط على ما مرت به من مأساة، من حرمان. مشاركة في المعرض بواقع 4 لوحات، ضم المعرض 40 لوحة فوتوغرافية. المشاركون 12 مشارك جسدت جميع اللوحات الواقع المرير والمؤسف لما ما مرت به الأهوار من جفاف. عسى أن تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين وإلى أصحاب الشأن، تجسيدا لمعاناة الجفاف في أهوار التشبايش وأهوار العراق بصورة عامة. شاركت اليوم في معرض منتدى فن الفوتوغراف للمرة الثانية، استغاثة الثاني، وهو صرخة لتجسيد تلك المعاناة. شاركت في 3 أعمال تجسد تلك المعاناة. طبعا منتدى فن الفوتوغراف وللمرة الثانية يقيم هذه الاحتفالية التي تضم الذكرى السنوية لذكرى تأسيسه. الحقيقة احنا مستمرين بإطلاق الصرخة أنقذ الأهوار. كنت اشتغلت العمل السابق أنقذ الأهوار، أكبر عمل كوفي في العالم، واليوم أشارك بلوحة اللي هي تصوير الهاي إلها، وبنفس الوقت عندي مشاركة ب3 أعمال من ضمن 40 عمل فوتوغرافي لمنتدى فن الفوتوغراف. احنا مستمرين بإطلاق هذه الصرخة لحد ما تصل لأبعد مدى نقدر نوصل له. نجسد في لوحاتنا لهذا اليوم وصورنا الفوتوغرافية مدى الحياة الأليمة اللي يعتاشها واللي يعيشوها أهالي الأهوار من خلال التأثير على الحياة بشكل مباشر على حيواناتهم، ونتمنى أن تكون رسالتنا تصل إلى الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الحياة في أهوار تشبايش. Thank you.